السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يذكره. اللهم إياك نعبد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك لشدة الكفار ملحق. اللهم أنت ملاذنا وأنت معيننا وأنت ناصرنا، فنعم المولى ونعم النصير. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت أهل الثناء والمجد، وأنت أهل التقوى والمغفرة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومعلمنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه أدى أمانة ربه وبلغ رسالته ونصح لأمته وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبياً عن دعوته ورسولاً عن رسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نرى، فاللهم أدخلنا مدخلاً واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، ولا يجعل لأحد فيها نصيبا إلا هو سبحانه وتعالى. كنا قد تكلمنا مع حضراتكم في الأسبوع الماضي حول أخلاق الصيام، وكيف يحول المسلم هذه الأحكام الفقهية إلى أخلاق، وهذه الأخلاق تظهر على سلوكه، فيفرق الناس بين الصائم وغير الصائم. يقولون أن هذا الصائم حسن الخلق، هذا الصائم متين الخلق، هذا الصائم يتميز عن غيره في مجال الأخلاق. ليس بالعكس كما يظن الناس، أن الإنسان إذا كان جائعاً، إذا كان عطشاً، إذا كان يعني في هذه الحالة فإن أخلاقه تسوء، ويحتج أو يعتذر عن ذلك يقول سامحوني فأنا صائم. هذا لا يجوز أبداً مع المسلم. المسلم الذي يصوم هذا لابد أن تحسن أخلاقه إن كان صومه حقيقياً، إن فهم معنى الصيام الذي شرعه الله عز وجل، وليس هو الامتناع عن الطعام والشراب فقط. لو كان الامتناع عن الطعام والشراب فقط لكان كثير من الناس من الأمم السابقة من غير المسلمين أكثر تدينا وأكثر قربا منا، فإنهم يحرمون أجسادهم ويمتنعون عن الطعام والشراب ربما بالأيام، وربما يمتنعون عن طعام بعينه شهورا كاملة، يحرمون ويعذبون الجسد. الله لا يريد عذابنا، ولا يريد إرهاقنا، ولا يريد إعناتنا، ولكن يريد منا التقوى. فإن حققنا التقوى بالصيام كان صوما مقبولا، كان صياما حقيقيا، كان إيمانا واحتسابا كما وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن أخذنا الجوع والعطش فقط ثم ساءت أخلاقنا في رمضان أو في بعض رمضان فلا فائدة من هذا الصيام. هذا ما ذكرناه في المرة الماضية. هذا اليوم إن شاء الله ندخل في أحكام الصيام، وأول شيء نعرفه في الصيام هو تعريفه، وإن كان معرف المعرف أو المعرف نحن نعرف جميع الصيام، لكن من باب يعني سنن طالب العلم ومعلم العلم أنه يذكر دائما هذه التعريفات حتى يعني يستقر في عقل المسلم معنى الصيام. فقال الصيام في اللغة معناه الإمساك أي الامتناع، صام يعني أمسك أي امتنع عن الشيء، واصطلاحا هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، معاشرة النساء وكل هذه الأشياء،
من طلوع الفجر الصادق، وأذان الفجر الذي نعرفه الآن أذان الثاني وليس الأذان الأول، الأذان الذي يعني حق للمسلم أن يصلي ساعتها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية الصيام. وبمسألة النية هذه مهمة جدا، لأن الإنسان قد يمتنع عن الطعام والشراب ولا يكون صائما. إذا امتنع عن الطعام والشراب لأنه مريض لا يأكل ولا يشرب، إذا امتنع عن الطعام والشراب لأنه نسي أن يأكل أو أن يشرب انشغل، إذا امتنع عن الطعام والشراب لأنه انشغل بشيء آخر، هذا لا يكون صائما إلا إذا نوى. والنية ليس شرط أن نتلفظ بها، أن نقول نويت الصيام هذا اليوم لله رب العالمين أو هذا الشهر لله رب العالمين، لا، النية محلها القلب، والتلفظ بها غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته. لا يقول الإنسان نويت أصلي صلاة الظهر مقتديا بهذا الإمام في يوم كذا في ساعة كذا في مسجد كذا، لا، ليس شرطا، لا يحتاج. الله أعلم، الله أعلم بك منذ أن خرجت من بيتك إلى أين تتجه، هل تتجه إلى الصلاة أم تتجه إلى ماذا؟ والله أعلم بك إذا كنت تريد الصيام أم لا. يكفي العزم، النية هي العزم، تبييت الأمر من الليل، أنا أقوم إلى واجبة السحور هذه من أجل أن أصوم، يكفي هذا، أو حتى لو لم أتصحب، لكن أنا أنوي صيام هذا الشهر كله لله رب العالمين، أنوي ذلك في قلبي فقط، فيتحقق لي النية في سائر الشهر، ولا أحتاج أن أتذكر النية في كل ليلة من ليالي رمضان. فهذا هو ثلاثة أركان من أركان الصيام: امتناع عن الطعام والشراب، الامتناع عن الشهوة، النية. والنية قبلهما، النية أولا ثم الامتناع عن الطعام والشراب بعد ذلك. حكم الصيام هو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الذي ينكره يكفر والعياذ بالله، يخرج من ملة الإسلام الذي ينكر الصيام، والذي يتركه تكاسلا هذا يرتكب كبيرة من الكبائر، إثم عظيم لا يمكن تعويضه أبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في نهار رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صام، إن صام عمره كله لا يتحقق ولا يؤدي أجر وثواب هذا اليوم. فالذي يترك الصيام هكذا تكاسلا أو يعني يشعر بالمشقة الشديدة وهو ليس مسافر وليس مريض وليس له أي عذر من الأعذار التي نذكرها بعد ذلك، هذا يرتكب كبيرة من الكبائر، إثم عظيم. أما الذي يتركه استخفافا بشأنه واستهزاء به ونكرانا لفرضيته هذا يكون كافرا، لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة. هذه مسائل لا يمكن أن يختلف حولها المسلمون، يقول هذا واجب وهذا مستحب، هذا مندوب، هذا جائز، هذا غير جائز، مسائل كثيرة هكذا، لكن ليس منها الصيام ولا الصلاة ولا الزكاة، هذه أشياء معلومة من الدين بالضرورة. كيف يثبت شهر رمضان؟ كيف نعرف أن شهر رمضان دخل أو بدأ؟ قالوا يثبت شهر رمضان بثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء يثبت بها شهر رمضان. الأمر الأول رؤية الهلال بالعين المجردة أو بهذه الأجهزة الحديثة التلسكوب وغير ذلك، هذا طريق من طرق إثبات شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا من رؤيته. هذا الأمر الأول أو الوسيلة الأولى من وسائل إثبات شهر رمضان وإثبات شهر الشهور الأخرى، إثبات بداية شوال حتى نفطر، وإثبات الشهور العربية كلها هي الرؤية. الأمر الثاني أن نكمل شهر شعبان 30 يوما، لأن بقية الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، إن غم عليكم أي لم تروا، لم تروا شيئا، لم تطلع رؤيا لأجل وجود غيوم في السماء، وجود مشكلة، وجود كذا،
إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. نعرف جميعا أن شهور العربية لا يمكن أن تكون 31، لا يمكن، ولا يمكن أن تكون 28 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات بأصابع يديه، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وفي المرة الثانية قال: الشهر هكذا وهكذا، وقبض إصبعه هكذا. يعني إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة هو ما يسمى أو ما يعرف بالحساب الفلكي. هذا الحساب علم الآن أصبح يدرس في الجامعات وله أساتذة متخصصون وفيه بحوث. لا نستطيع أن نقول علم التنجيم كما كان يتحدث عنه الفقهاء في الماضي. الفقهاء في الماضي ما كانوا يعرفون هذا العلم، كانوا يسمون علم الفلك هذا علم التنجيم التخمين الذي يصيب ويخطئ، أما الآن أصبح علما. لكن العلماء أيضا قالوا لا بد من الرؤية مع هذا العلم تأكيدا، أن نرى الهلال بأعيننا ويكون هذا الحساب تأكيد. إذا قال الحساب الفلكي العلم أنه يمكن رؤية الهلال نذهب لنرى الهلال. إذا قال الحساب الفلكي أنه يستحيل رؤية الهلال أنه لم يخلق لم يولد بعد، فلا يمكن أن نأخذ بالرؤية البصرية التي قد تصيب أو قد تخطئ. فالحساب الفلكي هذا أيضا داعي ومؤيد ومثبت للرؤية البصرية، وليس نافي لها وليس بديلا عنها، ولا تثبت به وحده رؤية الهلال. لابد من أن نجتمع الرؤية مع الحساب الفلكي معا. قالوا أيضا: إذا غفل الناس عن هلال رمضان حتى خرج الصباح، أو لم يروا الهلال حتى خرج الصباح، أكل من أكل وشرب من شرب، وعند الظهر قبل الظهر، بعد شروق الشمس بقليل، بعد صلاة الفجر بقليل، علمنا أن هذا اليوم من رمضان. قال العلماء: يجب على المسلمين أن يمسكوا جميعا، من أكل منهم أو ومن لم يأكل. الذي لم يأكل ينوي الصيام ويحصل له يوما. الذي لم يتناول طعاما حتى الظهر حتى شروق الشمس حتى بعد الفجر ثم علم هذا رمضان ينوي الصيام في ساعتها ويصوم. والذي أكل أو شرب يمسك بقية يومه ثم يقضي يوما بعد العيد، بعد انتهاء شهر رمضان يقضي يوما لأنه أكل وشرب لكنه خطأ لا يحاسب، ليس آثما ليس مذنبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ مثل هذا، الناس تخطئ في رؤية الهلال، لا تعرف أن هذا اليوم من نهار رمضان، وإن كان هذا لا يحدث لأن الناس تعرف عن طريق الإذاعات وعن طريق المواقع وعن طريق يعني القنوات الفضائية وغير ذلك بداية هذا الشهر. قالوا أيضا: تحدث العلماء عن شرط العقل لصحة الصيام، هل يشترط العقل لصحة الصيام؟ قالوا: إن العقل شرط لصحة التكاليف كلها، فإذا فقد الإنسان عقله سقط عنه التكليف. إذا سقط العقل سواء كان سقوطا مؤقتا، فإنسان يأتيه نوبة صرع مثلا، أو يأتيه إغماءات طويلة، أو جنون متصل، هذا يسقط عنه التكليف. فإن كان جنونا متصلا لا يرجى له شفاء، هذا لا صلاة عليه ولا يعني صيام ولا أي شيء، لأنه غير مكلف في هذا الوقت، لأن العقل هو مناط التكليف، هو الذي يفهم أن هذا رمضان، هذا هو الذي يفهم أن هذه صلاة، هو الذي يفهم أن هذه زكاة، سقط عنه التكليف. أما إذا كان جنونا متقطعا مرضا يأتي ويذهب، فيأخذ في حكم أنه إذا غاب عقله سقط عنه التكليف، إذا عاد إليه عقله يصوم ويؤدي التكاليف التي أمر الله سبحانه وتعالى به. بالنسبة للحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام، يحرم عليهم الصيام. بعض الناس يقول يجوز لهم الإفطار، هذا غير صحيح من الناحية الفقهية. معنى يجوز لهم الإفطار معنى يجوز لهم الإفطار ويجوز لهم الصيام، لا، نقول يحرم عليهم الصيام. الحائض والنفساء لا يقبل منهم الصيام كمن يصلي بغير وضوء متعمد، لأن الطهارة بالنسبة للمرأة من هذا الأمر من الحيض والنفاس شرط للصيام.
فلا نقول يجوز لها الافطار، لانها لو كان يجوز لها الافطار كان يجوز لها الصيام، يجوز لها ان تفطر ويجوز لها ان تصوم وهي تختار. لا، لو صامت ستقضي، لو افطرت ستقضي. فنقول هنا يحرم على المراه اذا كانت في حاله الحيض او كانت في حاله النفاس ان تصوم شهر رمضان، لكن ايضا يجب عليها الا تجادر بالفطر في نهار رمضان. ليس لانه حرام ولكن لاحترام هذا الشهر، لأن لا نعرف هذه المرأة إذا كانت حائضا أو تأكل وتشرب متعمدة فتؤذي المسلمين الآخرين ويقتدي بها الأطفال الصغار، فهي تأكل وتشرب لكن في بيتها، تأكل وتشرب في أماكن مغلقة لا يراها فيها أحد، ليس ذلك رياء ولا نفاقا ولكن احتراما لقدسية هذا الشهر الكريم حتى لا يراها الناس فلا يعرفوا إذا كان عندها عذر أو ليس عندها عذر في ذلك. فالحائض والنفساء لا يعني يجب عليها الصيام ويجب عليها ان تفطر وتقضي هذه الايام. المرأة لا تقضي الصلاه، لا تقضي الصلاه لان الصلاه متكرره. المرأة ربما تحيض مثلا مره في كل شهر فيكون في كل شهر سته ايام صلاه، فخفف الله عنها الصلاه، شأن الصلاه لا تعيد الصلاه، ولكنها تعيد الصيام لانها ياتي مره واحده في العام، وربما لا تكون المرأة حائض في هذا الشهر فتصوم الشهر كاملا، ولذلك يجب عليها القضاء، تفطر في نهار رمضان وتقضي طوال السنة حتى قبيل شهر رمضان القادم. إذا جاء رمضان ولم تقضي المرأة بغير عذر أسمت، فلم يكن عندها عذر منعها، تكون حاملا أو أن تكون مرضعا تكون مريضة، إذا تعمدت أن تترك الصيام حتى يأتي شهر رمضان القادم تأثم ويكون عليها القضاء أيضا بعد رمضان القادم، فيجب عليها أن تقضي إلا إذا كان هناك عذر أيضا. بعض النساء تأخذ حبوب ما يسمى حبوب لتأخير الحيض، تأخذ هذه الحبوب وتقول أنا لا أريد أن أفطر في رمضان ولا أريد أن أقضي، هذا من حقها أن تفعل، ولكن بعد أن تراجع الطبيب أو الطبيبة المختصة في ذلك حتى لا يكون عليها ضرر. فإن سببت هذه الحبوب لها ضررا لا يجوز لها أن تأخذ، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، والذي يحدد ذلك هو الطبيب أو الطبيبة، لأن المرأة تختلف امرأة من أخرى، قد تكون هذه المرأة تأخذ الحبوب لا تضرها، هذه المرأة تأخذ الحبوب تضرها، والأولى والأفضل كما قال علماؤنا أن نترك الأمور هكذا بغير حبوب وبغير التدخل بنا. فإذا أتى الحيض في نهار رمضان تفطر، إذا لم يأتي في نهار رمضان تصوم ولا بأس في ذلك. لكن إذا أرادت أن تفعل لابد من مراجعة أهل الذكر، وأهل الذكر في هذه المسألة ليسوا هم الفقهاء وليسوا هم علماء الشريعة، ولكن الأطباء، الأطباء الذين يحددون على حسب أن هذه المرأة تتحمل هذا النوع من الدواء من الحبوب التي تؤخر الحيض ولا تضرها ولا تؤذيها ولا تؤثر عليها، لأنه لا ضرر ولا ضرر. أيضا تحدث العلماء عن الصيام والسفر. السفر يجوز للمسلم أن يفطر، هناك الحيض والنفاس كنا يجب على المرأة يحرم عليها أن تصوم، لكن هنا نقول يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، إن صام فصومه مقبول وإن أفطر فلا إثم عليه. لا نستطيع أن نقول له لا بد أن تصوم ولا نقول له لا بد أن تفطر، هذه رخصة إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها، فإن أخذ بها فمن حقه، وإن تركها وقال لا أنا أن أسافر سفرا مريحا في الطائرة أو في الأتوبيس أو في السيارة ولا أجد مشقة للصيام وأريد أن أصوم، لا بأس صوم، هذا لك. لماذا؟ أن هنا الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرض عليه لا الصيام ولم يفرض عليه الإفطار، فهنا هو مخير، هذا أمر مباح بالنسبة له، يشاء أن يصوم ويشاء أن يفطر، ولكن في بعض الحالات يتحول هذه الإباحة إلى وجوب، يكون مثلا إذا كان هذا السفر شاقا يضر بالمسلم في بدنه في جسده ففي هذه الحالة يجب أن يفطر. إذا كان هذا الصيام يؤذي إخوانه ويخرج مع مجموعة معينة وهي تستحي أن تفطر وهو صائم، في هذه الحالة لا نقول يجب ولكنه مستحب له أن يفطر معهم. إذا عزم الإمام كان في حرب أو في جهاد في سبيل الله كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر الناس بالإفطار فأفطر بعضهم ولم يفطر البعض الآخر، فصعد على ناقته صلى الله عليه وسلم ثم شرب أمام الناس
وأيضا لا يريد أن يفطروا. فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذا عزم الإمام، خاصة إذا كان الإمام هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يفطر، لأنه يرى الحكمة ويرى المنفعة في الإفطار في هذا الوقت. لكن بعد ذلك كان الصحابة يقولون كنا نذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فما يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. لا يجد يعني لا يأخذ، لا يقول مثلا الصائم هذا المفطر هذا إنسان غير متدين، هذا إنسان ليس مؤمن، هذا إنسان ليس عنده يعني تقوى، ولا المفطر يقول هذا متزند متزمت هذا متعمد هذا متحجر. لا، لا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. يعني الناس طالما أن الإسلام يقبل هذا ويقبل هذا فنعيش متعاونين. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات أفطر بعض الناس وصام بعض الناس، فالذين صاموا عندما أتوا إلى شجرة ناموا جميعا لا يستطيع أن يتحرك، والذين أفطروا قاموا بعلف الدوار وتجهيز الطعام وتجهيز الشراب حتى إذا قام إخوانهم يعني أفطروا. فماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ يقول ذهب المفطرون بالأجر اليوم، لم يقل ذهب الصائمون، قال ذهب المفطرون بالأجر اليوم، يعني أخذوا أجرا أكثر من إخوانهم الصائمين. لماذا؟ لأنهم أعانوا إخوانهم على طاعة الله، أعانوا إخوانهم على طاعة الله، علفوا لهم دوابهم وجهزوا لهم طعامهم وشرابهم، فقاموا فوجدوا طعامهم وشرابهم جاهز، ولو كانوا صائمين جميعا ما استطاعوا أن يفعلوا ذلك. فقال ذهب المفطرون بالأجر اليوم. إذا كنا في مكان وجدنا إنسان في طائرة أو في حافلة أو في شيء يفطر، لا ننظر إليه نظرة احتقار ولا ازدراء، قل هذا إنسان غير مسلم، هذا إنسان غير مؤمن، هذا إنسان عاصي. لا، وأخذ الرخصة، من حقه أن يأخذ الرخصة، وأنت من حقك أن تأخذ، من حقك أن تصوم. لا يجد الصائم على المفطر ولا يجد المفطر على الصائم. يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل بعضنا بعضا، يقبل الرأي والرأي الآخر، طالما أن الدين يتحمل والدين يتسع للجميع فلماذا نحجر على بعضنا البعض؟ فالصيام طبعا تحدث العلماء في مسألة المسافة، قالوا 80 كيلو، بعضهم قال 90 كيلو، وبعضهم قال لا توجد نص قطعي في تحديد المسافة، فكلما يطلق عليه عرفا أنه سفر يكون سفرا يعني يوجب أو يميز الفطر في هذه الحالة. وإن كان طبعا الأخذ برأي الفقهاء في ذلك سواء 80 كيلو أو 90 كيلو هو الأولى في هذا، لأنهم قدروه على بعض الروايات وبعض الأحاديث، صحيح ليست صريحة الدلالة، لكن إذا جمعنا بعضها إلى بعض أخذنا منها أن هذا هو السفر أو هذه مسافة السفر، عند بعضهم 80، عند البعض الآخر 90 كيلو، وعند الآخر يقول ابن القيم لا توجد في تحديد المسافة نص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه النقطة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وخالص الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان هناك سؤال بعد ذلك، نغلق هذا ثم نسأل إن شاء الله.